مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقع. نتوقع أن تتأثر المملكة بتيارات غربية رطبة، وبالتالي ترتفع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية. الطقس بشكل عام مائل للبرودة نهار يوم الأحد، واحتمال هطول زخات من الأمطار على فترات بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول. بنلاحظ أن الأمطار تكون زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تكون أكثر شدة في المناطق الجنوبية والشرقية، بعد ذلك يليها منطقة الأغوار، وبالتالي يخشى من حدوث السيول وارتفاع منسوب المياه، ثم بعد ذلك المناطق الوسطى، وأيضا بعد ذلك المناطق الشمالية من المملكة. إذن بشكل عام بتكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله. يوم الأحد تخف الحدة قليلا وتخف شدة الأمطار، لكن تبقى الأمطار بشكل متفرق وأمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة، وفرصة لسقوط الأمطار يوم صباح الاثنين في أقصى شمال المملكة، بعد ذلك تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي. الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، سقوط زخات رعدية من المطر، الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية، فالأجواء غالبا غائمة مع أمطار متفرقة وخفيفة إلى متوسطة الشدة. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: يوم غد الأحد انخفاض على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات وبين الحين والآخر، العظمى المتوقعة 17 درجة، لكن الأجواء باردة نسبيا ليلا، والصغرى المتوقعة العظمى هنا 17 لكن الصغرى 9 درجات مئوية. الاثنين أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، فرصة لبعض الأمطار في أقصى شمال المملكة وأقصى شرق المملكة، الأجواء باردة نسبيا نهارا لكنها باردة ليلا، العظمى المتوقعة 16 والصغرى 8. يوم الثلاثاء استقرار على الأجواء وارتفاع قليل على درجات الحرارة، يعني قريبة من معدلاتها إلى أعلى بقليل، العظمى المتوقعة 18، أجواء لطيفة مشمسة بالنهار وأيضا تميل إلى البرود ليلا، العظمى 18 يوم الثلاثاء والصغرى 11 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة، لاحظ في المناطق الشمالية إربد، المناطق معظم المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر، إربد 18-12، عجلون 17-11، جرش 18-12، والمفرق 18 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لسقوط زخات أمطار متفرقة بين الحين والآخر، البلقاء 18-10، مأدبة 17-9، عمان 17-9، والزرقاء 17-11، البحر الميت 23 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية حيث شدة الأمطار بتكون غزيرة أحيانا في المنطقة الجنوبية وأيضا الشرقية،
وأيضا منطقة الأغوار، الكرك 14-9، الطفيلي 17-8، الشراء 14-6، ومعان 14-8، والعقبة 21-15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مغبرة بشكل عام تقريبا، وأيضا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. الأماكن هذه التحذير للأماكن الشرقية والجنوبية وبعض مناطق الأغوار خاصة الأغوار الجنوبية. الأزرق أجواء مغبرة 20-11، الصفاوي 20-10، والرويشد 21-11 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.